السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي، كل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا استخاره برج الجوزاء الفتره القادمه، باذن الله هتكون خير وهتكون فيها تغيرات حلوه جدا. عايزاكم تصفوا النيه يا جماعه، انا بصور بالكاميرا الاماميه فالصوره بتديكم العكس عشان تحسنوا بس الظن. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. صف النيه علشان خاطر نشوف القراءة اللي هتنطبق على حياتك الأيام اللي جاية، ونشوف الصورة اللي فيها تغيرات ليك يا برج الجوزاء، علشان أنا عارفة أن أنت مهموم وحيران وعندك طاقات كتيرة جدا أزياد، فبإذن الله القراءة تنطبق على حياتك بالكامل. يلا يا برج الجوزاء. بسم الله بسم الله. صورة الفتح، يعني انا مش عارفة اقولك ايه يا برج الجوزاء. بسم الله ما شاء الله، بجد الصورة تنطبق على حياتك بالكامل الايام اللي جاية. بص، اول حاجة عايزاك تبشر، ربنا هيفتح لك الطريق الضلمة اللي في حياتك، الطريق اللي انت مظلوم فيه وعامله عامل لك مشاكل وتوتر وانت ماشي فيه، الطريق ده ربنا هيفتحه لك باذن الله فتحة خير. ده مش كده وبس، كمان ده عندك غفر ذنوب، ربنا هيغفر لك ذنوبك وهيغفر لك امورك الايام اللي جايه، وعندك دعوه مستجابه. ايه الجمال ده يا برج الجوزاء؟ بالفعل القراءه تنطبق عليك. الأمور اللي واقفة في حياتك وعاطلة بقالها مدة، ربنا هيغفرها لك وهيسر لك أمرك وهيفتح لك أمور حلوة جدا، وهيبقى عندك تقدم في الخير، تقدم في الطاعات، تقدم في التحملات، تقدم في الأمور الحلوة، وهيبقى عندك ظهور حقيقة أشخاص في حياتك، وهتكتشف أعداء بيلعبوا دور الملائكة. ده مش كده وبس، كمان ده هينصرك على اعدائك علشان خاطر انت قلبك طيب جدا يا برج الجوزاء. عايز ايه تاني؟ هينزل على قلبك الخير، هينزل على قلبك الايمان بالله. ومش كده وبس، ده هيكون عندك يقين بالله ان ربنا هيكرمك، وبالفعل ربنا هيكرمك وهيغير من حياتك وهيديك من وسع. في كمان هنا حاجة عملتها غلطان، غلطت فيها وبتحاول ان انت تصلحها، بالفعل هتتصلح. العقبة اللي قدامك بقالها مدة، ربنا هيغيرها من حياتك وهينصرك على اعدائك. ده مش كده وبس، كمان ده شايفة كمان ان انت بقالك مدة متعذب، بقالك مدة شايل الهم وشايل المسؤولية، هيكون عندك جبر خواطر، والدايرة دايرة العذاب اللي انت فيها دي ربنا هينجيك منها وهيكرمك، وربنا عزيز حكيم في تدبير امورك. ربنا هيدبر امورك اللي عاملة لك توتر، اللي انت زعلان منها. وفي كمان رسالة جاية لك، رسالة حلوة جدا، وكمان هيكون عندك تغيرات، بس خلي بالك من العقبات اللي موجودة في حياتك ومن الناس اللي أذياك بطريقة رهيبة. شايفة كمان ان انت دايما بتستغفر ربنا وبتسبح ربنا الايام دي كتير جدا يا برج الجوزاء. وفي كمان متابعة مع بعض الاشخاص اللي في حياتك. ده مش كده وبس، ده انت كمان عندك اثبات حقيقات، عندك اثبات وجود، بس بالك مشغول ببعض الاشخاص اللي في حياتك، بالك مشغول ببعض الاشخاص اللي في حياتك. في رسالة هتجيلك، خلي بالك من ناس منافقين. انت خاب ظنك في ناس كتيرة جدا يا برج الجوزاء، خاب ظنك في ناس كانوا عاملين لك وشوش الملائكة وكانوا أذينك. في ناس ما بتؤمنش بالله، في ناس مش مؤمنة بالله، ما تصدقهمش وبلاش تاخد كلامهم ثقة، عشان دول منافقين، دول كذابين وكافرين.
شايفة كمان ان انت هتتجاوز كل الامور اللي عاملة لك عقبات في حياتك، وربنا هيغفر لك الذنب اللي انت عملته ولحد الان ندمان عليه، الذنب اللي انت عملته وبتستغفر ربنا، ربنا هيجازيك خير. شايفة كمان ان انت تركت كل الناس وبقيت لوحدك علشان خاطر خايف، وعندك رجوع حق، انت طالع من بيتك وحزين ومتضايق، عندك رجوع حق. بس عايزة اقولك خلي بالك من الحسد، خلي بالك من الحسد، محسود بطريقة رهيبة انت يا برج الجوزاء. شايفة كمان ان انت اكتشفت اصحاب على حقيقتهم كانوا ازينك وكنت ماشي زي الاعمى، انت يا برج الجوزاء كنت ماشي زي الاعمى مع اشخاص ازوك وظلموك وغدروا بيك وما لقيتش منهم غير الغدر وغير الخيانة، يعني اشخاص ما كانوش يستاهلوا انهم ما يستاهلوا محبتك ولا يستاهلوا انهم يكونوا معاك، ازوك وظلموك رغم ان انت ما كنتش تستاهل منهم اللي هم عملوه فيك. بس ما تقلقش، ربنا هو الكريم، ربنا هو المشافي، ربنا هو المعافي يا برج الجوزاء، وعشان كده لازم تبشر وتخلي بالك من نفسك وتكون حريص. شايفة كمان ان انت هنا هتدبر امورك وهتحصد حصدا خير باذن الله، والعذاب اللي انت عشته بقالك مدة ربنا هيغير من حياتك وهيكرمك وهيجزيك خير. انت دايما راضي باللي ربنا ادهولك وراضي بكل حاجة في حياتك زي ما تكون، يعني اي حاجة في حياتك راضي بيها وما بتشتكيش ابدا همك لحد غير لربنا. عايزاك بقى اقولك يا برج الجوزاء انه هيكون عندك شهادة حق الايام اللي جاية، هيكون عندك شهادة حق، في حد هياخد رأيك وهتشهد شهادة الحق. هنا كمان عندك تحذير وعندك بشر حلوة جدا هتؤمن بيها الايام اللي جاية، وهتسجد لربنا علشان هتحصد خير بإذن الله، علشان خاطر انت دايما كنت مطعون ودايما كان بالك مشغول ببعض الناس اللي في حياتك اللي أذياك، وهتؤمن بالله علشان ربنا هيعزز أمورك وكمان هيكرمك بانطلاقات حلوة كتير. عايز أقولك على حاجة برج الجوزاء، انت كنت في ناس بتحبهم وبتدعمهم وكنت واقف معاهم وكنت مفضلهم عن مفضلهم فوق اي حد، صح الكلام ده ولا لا؟ مش كنت في ناس يعني كانوا بالنسبه لك دول الحاجه اللي مستحيل يكونوا زيهم، راحوا فين دلوقتي؟ نكروا الجميل وظلموك وما عملوش بالوعد اللي كانوا وعدينك بيه، وكمان وقفوا حالك في بعض الحاجات الكتيرة اللي أزوك فيها لدرجة ان انت سلمت امرك لله وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، صح ولا غلط؟ شايفة كمان ان انت هنا ما بقتش تعاتب ولا بتتكلم، بدأت تكتم وتسكت وبدأت تخبي حاجات كتيرة، حياتك كانت كتاب مفتوح لبعض الأشخاص لدرجة إن هم دخلوا في حياتك ظلموك وكسروا بخاطرك وظلموك في حاجات كتيرة جدا، لدرجة إن قلبك وجعك، خاب ظنك في بعض الأشخاص اللي كانوا في حياتك، صح ولا لأ يا برج الجوزاء؟ خاب ظنك في ناس كتيرة جدا وما بقتش تآمن بأي حاجة أو بأي حد يدخل حياتك، يعني أنت دلوقتي عملت حدود بينك وما بين الناس عشان خاطر ما بقتش مستني غدر أو مستني طعن تاني، بدأت تقول خلاص يعني خلاص أنا بجد تعبت، فما بقى ما بقاش عندي إن أنا أقعد أتكلم تاني أو أقعد أقول لكم ده غلط وده صح، بدأت تقول تحط نقط على حروف في حاجات كتيرة جدا في مواضيع كتيرة جدا وسبت الأمور لله. شايفة كمان إن أنت هنا الأيام اللي جاية هيكون عندك أمور حلوة وهيبقى عندك رجوع أو عندك لم شمل، عندك رجوع او عندك لم شمل باذن الله علشان انت قلبك طيب وقلبك اتطعن من ناس كتيرة جدا، من ناس يعني ظلموك
وكسروا خاطرك وعملوا لك بعض العراقيل وبعض المشاكل وخاب ظنك وحاجات كتيرة جدا كانت أذياك. الأيام اللي جاية هيكون عندك إيمان قوي وهيبقى عندك تيسير في أمور، وربك هو ملك السماوات والأرض. انت بتتجاوز حاجات كتير. العذاب اللي انت عشته بتقول فترة وعدت، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمني من وسع. بالفعل ربنا هيكرمك بالوسع، علشان خاطر انت قلبك طيب وما بتفعلش غير الخير، بس دايما بتلاقي الرد عكس، فدي حاجة بتضايقك، حاجة بتزعلك جدا، وبتقول انا ما استاهلش منكم ان انتوا تعملوا معايا كده. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك تفسير، وهتطلع من طاقة الحسد وطاقة الغم اللي انت فيها. انت ليك نصيب في امور حلوة الايام اللي جاية، بس احذر من الحسد. الحسد هو اللي ملخبط حياتك وعامل لك عقبات كتيرة جدا في حياتك يا برج الجوزاء. في هنا يا برج الجوزاء طعم، انت هنا مطعون، وبدأت تعلن حربك على كل الاشخاص اللي اذونك في موضوع كنت معمى فيه، ما كنتش عارف تطلع من اللي انت فيه. لو مريض عندك شفاء، لو اعزب عندك جواز، لو مستني ذرية صالحة فعندك ذرية صالحة. شوف انت مستني ايه وفيها خير. عندك شجرة حصود هتحصد كل اللي انت زرعته الايام اللي فاتت، علشان خاطر عندك رضا بامورك وبحياتك الفترة اللي فاتت، علشان عندك تحسن. بس ليه دايما عندك عذاب في حياتك؟ ليه دايما بتتعذب؟ ليه دايما حاسس ان انت مش عارف تعمل ايه؟ حاسس ان انت مخنوق متضايق. عندك امور فيها تحسنات كتيرة جدا في حياتك، بس عايزاك تاخد بالك من كل المعاكسات اللي بتحصل في حياتك، علشان الايام اللي جاية هيكون عندك فتحة خير، وهيكون عندك وعد ان ربنا هيرضيك مستقبليا باذن الله يا برج الجوزاء. عايز اقول لك حاجة يا برج الجوزاء، ان ربنا متولي اللي انت فيه. ربنا هو اللي متولي. ربنا عالم باللي فيه، عالم بقلبك، عالم بان انت مظلوم ومخدوع، ودايما كل ما بتفعل الخير ما بتلاقيش غير الشر. انت ما تعرفش ربنا مخبي لك ايه، ما تعرفش ربنا رايد لك ايه. ناس كتيرة جدا اخدت حقك، ناس كتيرة جدا ظلمتك، فده كله ربنا كاتبه لك في تدبير امورك عند ربنا. انت ما تشيلش هم، ما تشيلش حمل، سيب كل الامور على ربنا. ربنا عارف قد ايه انت في تراكمات في حياتك، وعلشان كده ما هيخليش حد يهزمك، هيخليك انت تنتصر وتهزم نفسك بنفسك، وكمان تغير المكان اللي انت عايز تغيره باذن الله. مستقبليا هيكون عندك فتحة خير وعندك انطلاقات كتيرة حلوة جدا. ده مش كده وبس، كمان ده ربنا هيكون قدير على كل شيء، هيدبر لك امورك اللي شاغلة بالك بقالها مدة كبيرة. وعندك حد هيجي ويعتذر منك الفترة اللي جاية، وخلي بالك في كمان اشخاص هيظهروا في حياتك الايام اللي جاية يا برج الجوزاء. الاشخاص اللي هيظهروا في حياتك دي هتحط بينك وما بينهم نقط على الحروف، وكمان هتبدأ ان انت تشتغل، وهتبدأ ان انت تعافر وتجاهد في حاجات كتيرة جدا في حياتك شغلة بالك بقالك مدة كبيرة. شايفة ان انت كمان في موضوع دفع، انت اللي دفعت فيه التمن، في موضوع انت اللي دفعت فيه التمن وانت اللي خسرت مش هما. يعني انت خسرت حاجات كتيرة جدا، بس ما تقلقش، عندك تدبير باذن الله. السنة دي هتكون سنة خير، سنة سعادة لحياتك بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، علشان انت يا برج الجوزاء ما بتفعلش غير الخير، الخير بس هو اللي بتفعل. هنا في بعض المشاكل اللي في حياتك بينك وما بين بعض الاشخاص اللي في حياتك، في بعض المشاكل وبعض العراقيل، في ناس اكل حقك،
في ناس هنا بتحلل بمزاجها وبتحرم بمزاجها. شايفة كمان يا برج الجوزاء ان انت هنا هيكون عندك كتمان لبعض الامور. شايفة ان في ناس انت خايف عليهم قوي، في ناس خايف عليهم، خايف لا تخسرهم، خايف ان هم يبعدوا عنك او يروحوا المكان تاني. عندك هنا صلح، صلح في حاجات في حياتك، وشايفة كمان ان انت راسك هتكون عالية وراسك هتكون مرفوعة بإذن الله، وهتتجاهل من يتجاهلك وهتبعد عن أي حد ممكن يأذيك. وارجع وأقولك تاني، بينك وما بين العيلة صلح، بينك وما بين بعض الأشخاص اللي في حياتك هيكون في صلح، وهيكون في لقاء حلو انت مستنيه، انت اللقاء ده هتكون مستنيه، فهيكون قريب جدا قريب جدا، هيكون عندك فتحة خير. وافتكر كلامي ده. شايف ان انت احلامك مزعجة، احلامك مزعجة جدا، وحاسس ان كل الناس اللي في حياتك ما بيقولوش الحق ولا بيظهروا الحق، بالعكس منافقين وكذابين وخاينين، وهم فعلا كده. دايما بتشهد شهادة الحق، دايما بتهتم جدا، مصلحة حكومية، مصلحة تخص الحكومة، ورق هتستلموها، في دور ليكم انتوا هتمضوا عليه، الله اعلم. فعايزاكم تخلوا بالكم، لان في شوية تناقض، في شوية حاجات مرفوضة ومش مرفوضة عندكم. ابراج عندك برج الميزان، برج الثور، برج الحوت، بينكم كلام، بينكم مشاعر متلخبطة، بينكم حاجة هتحصل الفترة اللي جاية، فتخلوا بالكم من نفسكم اكتر، لان انتوا على فترة من الفترات اللي هتكون احسن فترات حياتكم. انتوا بتسألوا اسئلة كتير، بتقولوا الفرح اتأخر، احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل، او مش عارفين في ايه، او ايه الدنيا فيها ايه، لكن الفترة اللي جاية هيكون في خير قادم ليكم، والخير اللي هيكون قادم ليكم ده هيكون في تفاؤل وفي حماس. انتوا بس تهدوا شوية وتهدوا اعصابكم، نصيبكم الحلو لسه قدامكم، بس تخلوا بالكم من نفسكم، لان انتوا داخلين على حكاية هتبقوا عايزين تفهموها، وكمان هتثبتوا وجودكم في حاجة كبيرة قوي، في حاجة انتوا مخبيينها، او انتوا في حاجة في حد بتتجاهلوه، والحد ده باله مشغول بيكم، عايزين بتكرروا ان انتوا تسافروا، عايزين تطلعوا من العزلة اللي انتوا فيها والوحدة الفترة دي، لان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا في عزلة تاما عن البشر، في عزلة تاما، مش عايزين تتكلموا مع حد ولا تفتحوا مواضيع مع حد. وعشان كده انتوا عايزين تطلعوا رحلة، عايزين تغيروا جو، عايزين تعملوا حاجة يكون فيها طاقة ايجابية. الطاقة الايجابية ان انتوا تعملوا الحاجة اللي انتوا بتحبوها، وما تخلوش الامور السلبيه تاثر عليكم، اهتموا بنفسكم، اهتموا بروحكم. انتوا عندكم مشاغل في يعني كذا كذا حاجه بتفكروا فيها، ممكن تكونوا انتوا طول الوقت بتقضوا الوقت في شغلكم، بتقضوا الوقت في خدمه الاخرين، ومش مديين نفسكم مثلا راحه، مش مديين نفسكم حاجه باستقرار، في حاجه عندكم انتم مش يعني مش مريحاكم، في امور متلخبطه فتعبانين فيها، في شويه تعب، في شويه امور هتتغير عندكم ان شاء الله باذن الله، او هيبقى في استقرار لحياتكم. في كمان فلوس هتوصل لكم، او انتم مسلفين حد فلوس، او مستنيين من حد فلوس، او في مبلغ من المال الفتره اللي جايه هيبقى في تقدم وهيبقى في خير. في كمان هنا هتربحوا حاجة، في يعني ممكن تكون عندكم مشاجرة، او عندكم امور هتربحوها، عندكم امور هتتخطوها، عندكم رزق في حياتكم هيجيلكم باذن الله، وهتكون يعني هتترددوا شوية، لكن الامور هتختلف عندكم، في فرج قريب جدا منكم، او في امور هتكون قريبة جدا من حياتكم، بس اعصابكم دايما تكون هادية، وتستغفروا ربنا. في صلح وفي اعتذار، في كمان حد او في واحده ست، الست دي في مشاجره بينكم، او في زعل، الست دي بتغير منكم جذريا، بتغير منكم وحاسداكم على كل حاجه، يعني بتكرهكم، مش حابه لكم ابدا ان انتوا تكونوا حاليا في الخير اللي انتوا فيه.
في زيارة عائلية، الزيارة العائلية دي هيحصل فيها موقف هيحرجكم او هيضايقكم، او انتوا هتقرروا ان انتوا تمشوا وما تكملوش القعدة دي، لاني هتشوفوا بعينيكم قد ايه الناس مش كويسة. كمان انتوا مخنوقين وزهقانين وعايزين تطلعوا من طاقة الكسل، طاقة الكسل متحكمة فيكم بشكل كبير جدا، بس هيكون عندكم نشاط وتفاؤل وتغيير او حماس. كمان انتوا هنا القلب بتاعكم مضغوط، القلب بتاعكم محطوط في خانة ان انتوا مش عارفين تفكروا بالقلب خالص، وزي ما قلت انه في شد ما بين القلب والعقل. كمان بسم الله هنا ما شاء الله عليكم في حاجة انتوا حلمتوا بيها او حاجة انتوا مستنيينها او انتظار للحاجة المعينة دي. بمظهرك بتهتم جدا ان انت تكون واضح وتكون صريح مع بعض الاشخاص اللي في حياتك، متمسك بعاداتك وتقاليدك جدا. انت يا برج الجوزاء ما بيهمكش اي حد في حياتك، دايما متألق، دايما بتخاف قوي على مشاعر الاخرين، دايما ما بتحبش تأذي حد ولا تظلم حد، بتخاف على كل كلمة ممكن تقولها من لسانك. بسم الله. عندك سجود لربنا علشان هتكون راضي بحالك، ده مش كده وبس، كمان ده عندك بيبان هتتفتح وان شاء الله بإذن الله. بس خلي بالك من شخصين في حياتك، شخصين مش كويسين وعاملين لك الأذى وبيظلموك. عندك هنا زرع خير بإذن الله، ربنا هيعافيك وهيدخل في قلبك إيمان بالله علشان هتكون واثق في حياتك، وهتزرع خير وهتحصده خير. انت هنا ناوي على العمل الصالح، وبالفعل عملك كل الأيام اللي جاية هيكون صالح وهيكون فيه انطلاقات كتيرة. ربنا هيجازيك خير، افتكر كلامي ده، وهتكون حكيم وهتكون عندك انطلاقات وعندك مغفرة. مش كده وبس، كمان ده انت هتوصل لهدفك بطريقة رهيبة جدا. دايما بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتستغفر ربنا كتير علشان خاطر خايف من الاذى والظلم. عندك رحمة ومودة بينك وما بين اشخاص في حياتك، ده مش كده وبس، كمان ده انت هنا ناوي على حاجات كتيرة جدا. عندك فازة خير. بص يا برج الجوزاء، عايز اقول لك على حاجة قبل كده ما اختم الصورة. الحاجة اللي انت عملتها غلط في حياتك استغفر عليها 100 مرة في اليوم بس، وربنا هيجازيك خير، ربنا هيغير من حياتك وهيكرمك وهيوسع رزقك. ومش كده وبس، كمان ده المحكمة اللي بالك مشغول بيها هتكون خير ليك، وهتجازي انطلاقات كتيرة، وكمان هتفرح بإذن الله. ده مش كده وبس، ده انت كمان هيكون عندك تحسن في كل المواضيع اللي في حياتك وفي كل العراقيل اللي شغلق بالك. تحياتي ليك يا برج الجوزاء، وان شاء الله بإذن الله توقعاتك تكون جميلة. ما تنساش تشترك في القناة علشان العلاج التاني.